نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: نعيش في بريطانيا مع أمنا وهي مريضة مرضا شديدا، والأطباء يقولون بأنها قريبة من الموت. سؤاله: الأم تطلب منا أن ندفنها إذا ماتت في باكستان وأن ننقلها إلى هناك، فهل يجب علينا أن نطيعها؟ وهل هذا من بر الوالدين؟ إذا كان يسهل عليكم فتنفذون وصيتها إذا كانت تسهل عليكم، أما إذا كانت تصعب عليكم فادفنوها مع المسلمين في أي مكان. نعم.